الحلقة الثانية من أكل الكلام أو قص الكلام في الإنجليش، تتعلم إزاي تتكلم أسرع وتسمع أحسن. الحلقة الأولى كانت عجبتكم جدا وكان في تفاعل عليها جبار، سبتها لكم في الديسكريبشن عشان لو حد بيتفرج علينا أول مرة وما شافهاش قبل كده. يلا نقص الكلة يا ولا، وحشة صح سفيف أنا عارف. يلا أول كلمة معنا نختصرها النهاردة هي كلمة about. about يعني عن أو بشأن، اختصارها هو about. فلما اجي اقول لك مثلا كلمني عن اختك، بدل ما اقول لك tell me about your sister ممكن اقول لك tell me about. tell me about your sister. about. about. اوكي. تاني كلمه معانا هي كلمه each other، والاختصار بتاعها chother. chother. each other معناها مع بعضينا كده، انت فاهم، مع بعض يعني. فلما نقول احنا بنحب بعضينا، احنا بنحب بعض يعني، بنقول بالانجلش we love each other. عاوز اقولها بسرعه بقى، اقول ايه؟ we love chother. We love chother. chother. الكلمة بعد كده هي here، هنا، واختصارها ear. ear. يعني مثلا لما اقولك مين اللي هنا؟ who's here. بدل ما اقولك who's here ممكن اقولك who's here. who's here. بدل ما اقولك تعالالي هنا اقولك come here، وابقى بتكلم براحة كده ممكن اقولك come here. come here. يعني ال h دايما بتتشال. come here. عندنا كمان the، اختصارها بيبقى the. فمثلا لو انا عاوز اقول I have the car ممكن اقول I have the car. I have the. بدل I have the. لو انت عاوز تتكلم اسرع I have the car. I have the car. that اختصارها بيبقى that، و this اختصارها بيبقى this. فلما اقول لك مثلا ايه that's impossible، بدل ما اقول لك that's impossible ممكن اقول لك that's impossible. or did you see that da da da. did you see that او did you see this. did you see this اللي هي اصلها this، بس عشان لسه هتطلع لسانك وتقول the فدي بتبقى ايه حته سريعه كده، يبقى this بتساوي this وthat بتساوي that. عندنا كمان كلمه another، الاختصار بتاعها بيبقى another. another. another يعني الاخر او التاني. لما اقول لك مثلا ايه another man، رجل اخر. فمثلا اقول لك مثلا ايه انا هي بتحب رجل اخر. she loves another man. بدل ما اقول لك she loves another man ممكن اقول لك she loves another man. she loves another man. she loves another man. يبقى another النقطة بتاعها السريع ان احنا نشيل الاي وتبقى another. 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 عندنا كمان and، ودي ما كنتش قلتها في الفيديو الاولاني. and بتختصرها الان. يعني مثلا لما احب اقول لك ابيض واسود مش لازم اقول لك white and black، ممكن اقول لك white and black. white and. white and. white and black. عاوز اقول لك مثلا القط والفار مش لازم اقول لك cat and rat، ممكن اقول cat and rat. cat and rat. cat and rat. اوكي. or كمان بيبقى اختصارها or بس. فلما احب اقول لك مثلا ايه بدل ما اقول لك tea or coffee ممكن اقول لك ايه tear coffee. tear coffee. tear coffee اللي هي tea or coffee. شاي ولا قهوه عاوز تشرب ايه؟ do you want to drink tear coffee. tear coffee. اخر حاجه معانا النهارده الاي اللي هي بمعنى انا، اختصارها دايما لما بنيجي نتكلم بسرعه في الانجليش بتبقى خلينا نديك مثال. مثلا بدل ما اقول I have two children ممكن اقول ايه I have. I have two children. I have. have. عاوز اقول انا بلعب كوره مش لازم اقول I play soccer، بسرعه بقول ايه I play soccer. خدت بالك ان دي مهمه جدا. I play soccer. اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا زر الاعجاب. That's all، وخلينا اشوفكم على خير. يلا سلام يا جماعه.